la sera quella di notte e la fare le maglie per i bambini oggi no, il peso della finisce cari paura ama il mondo dei patrioti, il mondo dei patrioti la carta non tutta un mondo per la prima sola un mondo per la prima sola gli antipoti sociali vogliamo وبيحاول اللي هو يعمل لها انفورميشن المطلب ده ممكن يسمح لك لو انت عندك حاجه انت انت اللي بتتحكم فيها لكن هنا هو عمل كليب فيديو كده هو بيصور فيها الصوت اللي بنسمعه وبيديك هنا الريلاتيف اريا يعني خد الاريا بتاعت الكيو دي وحطها هنا وده اللي هي الديستنس دي وبيحاول بقى وعمل الصوت اللي طالع حلله في الفريكوانسي دومين ده الامبليتيود او الجين ودي الفريكوانسي تمام فهنسمع كده يعني هي فيديو بس في الاخر اللي عاوز ينزل الماده كله يشغله ده برضه ممكن كيلو هرتز معقولة جدا هتسمع كواليتي في
الموسيقى تطلب باليت عالي. الموسيقى تستحسن ترتفع شوية. لأن الموسيقى يعني في الغالب معظم البدن هتعديها، لكن الناس اللي أذنهم العضلي ممكن يبتدي يحس. فالستاشر ممكن ما تبقاش ساتسفاكتوري أوي. فعاوز يبقى العشرين، فعاوز الستاندر 44. 40 فما فوق هيمشي كويس. أول حاجة سامبل فريكونسي، وبعدين عدد البيتس اللي بنشتغل عليه. ال 16 بيت معقول جدا للنورمال ليسنر. أنا فوجئت إن في 32 بيت. طبعا أنا ودني ما جبش أكتر 16، ده كويس أوي. يعني لما بنعمل سبيتش كومبريشن كنت أفرق ما بين ال 11 بيت وال 12 بيت، أقدر أفرق بينهم. أول ما رحت 13 و14 متر خلاص مش فارقة معايا، من 15 ل 16 مش فارقة. إنما بسأل فقالوا لا، بعض الناس المسكين بقى والناس اللي يعني أذنهم يعني عندهم حس عالي قوي في الليسننج ممكن ال 32 يسمعوا الحاجة أنعش. إنما النورمال ليسنر 16 متر برضه. وعلى فكرة عندك تقول زي كده لو انت جاي تسجل بتديك الفرصه انك انت تسجل ب 16 ولا 8 ولا 2 بل بيسمحوا كمان ب 4 بيت. تمام؟ طيب برضه عدد البيتس، عدد البيتس ممكن يؤدي، ما اعرفش اشوفها هنا يعني انا ممكن اجيب لكم حطيتها، حطيت السيجنال بتاعتي اللي هي نعمل كده وبتاع، كبرت
طب طب وعملت كليك ما هو بيعمل كده ما خلاص فحسيت على هناك انها محطوطه في ترو في الكونتنت كل سنه محطوطه في كونتنت ده هايلر وتعالوا نسمع انت توقعت يحصل ايه؟ هتكون بنسمع حاجه ولا ازيك كلها وحش لا هتبقى دلوقتي برضه بتطلع اثار اللي بيتقال بس هتلاقي كميه الوش عالي جدا لدرجه ان الوش ممكن يكون يعني الباور بتاعته اكثر من السيجنال بس سبحان الله حتى لو خدنا السيجنال تو ميز ريشيو الويب قادره لو السيجنال تو ميز ريشيو طلعت واحد يعني النويز اللي تبقاش للسيجنال هتسمع تعال نشوف هنسمع ايه لو الصوت ده ترجعه بالتليفون اللي انت شاري اللي هم الـ 64
لو اشتغلت على 32 كيلو متر في الثانية. You can restore information أعلى بكتير من هي عند 16. البنت حساسة يعني القدرة على البرسبشن الواحد ضغط سيجنال وسط نويز عالية لو دخلت الكلام ده سبيتش ريكوجنيشن بايظ خالص يديك 5% ولا 1%. انما السبيتش اقل انت ممكن تفهم يعني اجزاء كتيره من الحوار. طيب نرجع عاوزين انا كل الكلام ده كنت عاوز بس اوريك مفهوم الباور او الانرجي وانت شغال. فالامبليتيود ده اللي معناه الباور الثاني. كويس تمام. طيب ده الانرجي. الديوريشن هو التايم يعني مثلا الحته دي خدت ديوريشن تمام بيقول ايه مش عارف الله يعني هنا مثلا كانت ديوريشن كم من سكن يعني احنا لما بنتكلم زي ما قلت احنا بنطلع سيكونس اوف فونيمز التايم بتاع كل فونيم مختلف عن التاني مش قادر مش نفس التايم مش نفس التايم يعني الهمزه لما تيجي تقول ال الهمزه دي تاخد 30 ملي سكند بينما مثلا لما تقول ايه واحد الوا كل فونيم واحد بس انا عاوز اطوله اخليها 1 كومبليت 1 سكند. البرودكشن للانسان بيطلع حوالي 10 اللي هو السبيتش العادي ده اباوت 10 فونيمز بير سكند 10 فونيمز بير سكند. ده الشخص اللي بيتكلم بريت عالي الريت ممكن يزيد شويه ويقل شويه لكن يعني كده. في حالات تانية اللي بيخلي لا بيطول عن كده كتير. اللي بيقرا قران مثلا تلاقي لا برضه بيطول يعني لانه ايه؟ عنده دهانات دهانات ممكن يقعد اكتر من ثانيه او ثانيه او سنتين ولا يتعكس فيها ثانيه ونص مثلا. لكن لو بتتكلم كلام عادي بمفهوم الفونيم اللي قلت عليه ان هو مش كاركتر كاركتر والتشكيله بتاعته دول اثنين فونيم. بالشكل ده احنا بنبريديوس اباوت 10 فونيمز بير سكند. التايم اوف ايتش فونيم از ديفرنت عن الفونيم الثاني. ماشي؟ نفس طويل. ان جنرال الفاولز الفاول فيها انرجي عاليه وتايم ديوريشن عالي. ان جنرال. وهي اكتر حاجه بتميز صوت الانسان. يعني عاوز اشوف حد بيتكلم اكتر حاجه تديني تمييز لصوته الباوز والنازلز بتاعته. خلاص؟ واقل حاجه تديني الكونسنانس المعلومات اللي فيها عاليه عن الكلام لكن عن السبيكر اقل سن. فيها معلومات طبعا عن السبيكر. بس لو رحت النوع من الفونيمز اللي مش مشترك معانا في الحنجره هتلاقي المعلومات عن السبيكر اولموست سيم. يعني انا اقول سي او اس وانت هتقولها وحد يسمعها ما يعرفش يميز صوت مين من التاني. انما انا اقول وانت تقول لانه فاول نعرف ان التمييز يبقى اسهل. تمام؟ بقت حاجه اسمها البيتش. ايه البيتش؟ وايه الاستيب اب؟ الاثنين دول عاوزين نشوفهم لعمق اكتر شويه. في ده اسمه الكول اديت وبنصحكم تنزلوا الكول اديت وتنزلوا حاجه اسمها البرات. دول اثنين باكج تعرف تحلل فيهم الصوت وتجيب اكسبيرينس بتاعتهم. خلينا ده تايم دومين.
نون تايم دومين ده الفريكوانسي دومين. يعني انا هنا هكليك هنا تايم وهنا فريكوانسي. تمام؟ انا لو عاوز اعرف اني انستنت وانا واقف كده التحليل الدقيق شويه اروح لحاجه اسمها اناليسيس واقدر اكبر السايز بتاعها زي ما انا عاوز. انا دلوقتي عند الحته دي في السبيتش السبيكترم عامل كده. ده الفريكونسي ودي الامبليتيود او الانرجي. انا لو اتحركت بص انا وانا عمال اتحرك ستيب باي ستيب انا عمال انتقل. معرفش انتوا شايفين اللاين دي مش باين قوي بس برضه بس تعالى دي مبينه اللي هو ده اللاين ده. خلاص انا دلوقتي بحرك اللاين ده وانا ماشي كده. بص من 10 مللي سكند ل 10 مللي سكند شوف اللي بيحصل. خلاص واقدر اعمل افرجنج على مستوى الكلام كتير. يعني اقدر مثلا اجي من هنا لهنا كده واخد اقول المقال الاطرس ده كله ده الافرج بتاعه اللي طالع ده الافرج بتاعه. خد بالك؟ طيب هو ده بيقولوا ايه يا جماعه دول؟ ده ولد احنا هنا عاوزين نبين البيتش. البيتش هي عباره عن لو انا واقف هنا ورحت جايب الاناليسيس ده ودورت على اول فريكونسي مقابلاني بنسميها كيميكال هارموني الفيرست هارموني. السكند ضعيفه قوي الثيرد الفورد دي هارمونكس. طبعا الديتيلز هما بيقولوا ايه لكن خلينا اشوف حاجه ثانيه تكون واضحه. متقبلة.
بس عاوز حتة كلمات نافعة نافعة ورفقا نفسا طيبا علما كلمات نافعة علما علما نافعة نافعة اللهم علما علما نافعا الحته الاولانيه دي موسيقى، الحته الثانيه دي
ده الماتش بتاعه من السوق حتى لو عدد بالذات لما تنفعي بقى. تلاقي الماتش بتاعتها بس طبعا وارد ان يكون اجزاء من ديك موسيقى. يعني دي حته ممكن يبان فيها الفورمانس بشكل معقول،
يعني الفيرست فورمال غالبا دي ودي السكند فورمال والثيرد والفورث وهكذا. البيكس اللي بتظهر يعني انا يقول لك طيب يعني من حوالي 30 40 سنه كده واحد قال طب ما انا ممكن اعمل اسنسسايز الاسبيتش، ارجع لك الاسبيتش مره ثانيه بانك تديني السبيكترم. فلو اديتني السبيكترم واديتني البيتش اقدر ابروديوس الصوت مره ثانيه. احنا قلنا السبيكترم ده بيعبر عن فلتر موجود، بس بدل ما اديك الفلتر كله بدل ما اديك بالشكل ده ده الامبليتيود او الجين او وات ايفر، بدل ما اديك الشكل ده هديك النقط دي الفريكونسيز بتاعتها والامبليتيود بتاعتها. فانا لو اديتك دي بيسموها الفورمانس، الفورمانت واحد، الفورمانت اثنين، الفورمانت ثلاثة، الفورمانت أربعة وهكذا. الدنيا طبعا ما بتبقاش وردية قوي كده زي ما أنت شايف، بيبقى الدنيا إيه؟ يعني عاملة كده بحيث إن يعني لازم نمرر السبيكترم ده على سموثر، حاجة تعمل له سموثر. وبعدين ناخد البيكس سواء نشتغل على ثلاثة أو أربعة أو خمسة بيكس ونقول والله إحنا جبنا المعالم او الفورمانس بتاعت الفريم ده بنقسمه الى كل 10 ملي سكند بنسميهم فريم، وتتبع الفريمز دي مع بعضها هو ده اللي بيدينا يعني نوع من الايه؟ من الاختزال للمعلومات الكتيرة قوي الموجوده. ممكن هل ممكن ارجع الصوت مره ثانيه؟ نعم بيرجع، لكن ممكن ما يبقاش فيري ناتشرال. كان يعني بعد ما نعمل الصوت او نسنسايز الصوت بالشكل ده نقدر نفهم ايه اللي كان بيتقال في الغالب، هتقدر تفهم اللي بيتقال، لكن هتكون الكواليتي بتاعته او الناتشرالنس بتاعته قليله الا لو اديتنا مور ريدندنت داتا، يعني اديتنا داتا اكتر شويه او انفورميشن اكتر شويه تتحسن. مثال الانفورميشن اكتر شويه اللي ممكن تحسن ان انا بدل ما اديك الفورمنت ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده وممكن تبقى كده. فانا بدل ما بديك البوزيشن والماجنتيود لا بديك كمان حاجه اسمها الباندويتس. بديك الباندويتس يعني بديك الفورمنت واحد والباندويتس واحد. كلمه فورمنت معناها بديك فريكونسي وماجنتيود. واضح؟ فلو اديت معلومه اكتر عن الاتساع بتاع الفورمانس انت كده بتخدم عليا اكتر او بتساعدني اكتر على ان انا ارجع لك الصوت بشكل افضل وهكذا. مش دي بس، حاجات ثانيه كتير كل ما ازودها كل ما بيحسن الناتشرالنس بتاع الصوت عندك. عايز سؤال؟ الفورمانس واضحه؟ كله فاهم يعني مستوعب يعني الفورمانس؟ طب البيتش والفورمانس بقى واضحين يا فندم؟ دكتور اتفضل. عندي سؤال في البيتش الثانية. رجعت ال ماشي اتفضل. في البيتش كان مثلا لما كان بيطلع الرسمه كان في حتت مثلا تبقى نازله خالص على الصوت مثلا مع انها كانت بتتكلم في اللحظه دي، ليه مثلا؟ ايه اللي بيتحدد مثلا؟ لا مجرد ان انا اقول ايه؟ يعني انت عارف اللحظه اللي انا بسكت فيها او يعني باخد نفسي او ما بعملش كونتينيوتي كده في الصوت كده اهو هتلاقي الصوت واضح. تمام. بالك اول ما ابتدي اغير ونقلم هتبتدي تطلع تطلع. لان هتلاقيها لا طلعت بس يعني لو رجعت ثاني
شهادي؟ اه الحته اللي تحت خالص. انت عاوز تسمع؟ طب عاوز اسمعك الحته دي بس. حصل فرق؟ لا حصل فرق. ايوه. انما الحته دي لو قطعت كده يا عمال بقى تشتغل. هي محافظة على طبعة مش عامية ماشي. طيب علشان لو تعرضت لانك انت مطلوب انك انت تعمل سبيتش ريكوجنيشن او تعمل تسجيل نظيف للاسم، اول حاجة انك تراعيها اول حاجة نقولنا عليك اختيار ايه؟ Thank you.
طالع نازل كده حاجه بسيطه، الحاجه بسيطه دي بتستاهل كميه بيكسل مش قليله خالص، شايفها؟ المفروض دي كانت معموله مستطيلات لكن ما هياش غير تدور. ده واحده من الحاجات اللي لازم تخلي بالك وانت بتسجل. حاجه ثانيه، حاجه ثانيه برضه، انا سجلت وخلي بالك وحصل ايه؟ حصل حاجه اسمها كليبنج. كليبنج لما الصوت هنا يوصل لدرجه حواليك الصوت العادي والكليبنج. الحته دي عاديه ماشي مفيش مشكله فيها، لكن الحته دي فيها كده نكبرها اكتر شويه. بص الحته دي اتقصت منها، يعني الكليبنج تاثيره في السبيتش ريكوجنيشن هيبقى قليل شويه. ليه؟ لان هو اصلا الاهتمام اكتر باللو امبليتيود واللو فريكونس، لكن مش حاجه كويسه يبقى موجود، لانه الامباكت بتاعه برضه هي يعني لو الودن حساسه قوي ممكن تحس بالفرق. بس اللو نويز اللي وريتها لك اخطر، فانت بتراعي ان ما يكونش فيه. يعني لو انت عندك بتسجل، طبعا لو انت بتسجل وما عندكش زي مثلا تروح لواتساب كده وبتسجل لواحد كلمه ولا حاجه، انت ما عندكش وسيله عشان تعرف كليبنج ولا لا. فهي فيجوال بيبان فيجوال. لو انت عندك السيجنال بتتحرك في الرينج ده ماشي، يعني خليها تتحرك في حدود الثلاث ارباع الدين والثلاث ارباع، لكن كنوع من الامان، لان ممكن يبني واحد يزعق شويه فيطلع فوق ويجي شويه، لكن بلاش تبقى يعني ايه توصل للليفل ده. ده اسمه ليفل. والحاجه المهمه كمان النويز لازم تراقبها كويس وتحاول تجيب اقل نويز ممكن. يعني مثلا كان بيسالوني عن راحوا لاخر من الاستوديو وسجلوا فيه صوت، وده جالنا الصوت، فببساطه شديده احنا رايحين عاملين رايح للسبكتروجرام دوت، وشوف كان واضح جدا ان في بعض المعامل الصوتيه النويز فيها عالي وبعض المعامل النويز، لكن طبعا الدنيا هناك كل يعني بلاكس كمان بلاك عن بلاك. فايه النويز كل ما كانت قليله لما ما يكونش فيه سبيتش ده بيبقى افضل. فده مهم قوي تخلي بالك من الايه؟ من الفيتشرز دي لو طلب منك انك انت تعمل تسليم جيد لاي حدث او لاي مكان. لو اقدر اقطع فونيمز كانت تبقى حاجه جميله، بس ايه
خبره مش اي حد ده لازم يقعد يشتغل عليها كتير قوي علشان يقدر يتعلم الفونيمز دي من بعض. وكوسيله انت لو رحت قلت صفر واحد لحد تسعه وحاول تدخل على الاسبكتروجراف عن طريق الكول اديت وحاول انك انت تتفرج على السبيكترم بتاع كل كلمه من الكلمات العشره دول. ده هو هو المعدل انا قلت اجيب لك الامتحان واحده اقول لك ودي ممكن تبقى كده بس انا هبعرفك ان هي ده صفر ده واحد لحد تسعه خلاص؟ غير سؤال التنمر بس هتروح تقعد كده تقول صفر واحد اثنين ثلاثه لحد تسعه وتقعد تتمرن عليهم وهتلاقي فعلا فيه وضوح. يعني على سبيل المثال انا اقدر اجيب لك من اي حاجه مثلا الاس اللي فيها الاس دايما عباره عن تلاقي ايه الاس عندك انت في الفريكونس دومين لو حته فيها اس تلاقي السبيكتروم بتاعها عباره عن نويز ستراكشر كده مش مفيش ستراكشر ليه بعد حوالي مثلا ما بين 3.5 ل 4 ايه نلاقي اس او اتش. فلو قلت لك الصفر هتلاقي الحته دي موجوده واضح الباوتس هتلاقيها لو فريكونسز وبعدين السيكونس نفسه اللي موجود الفونيمز ورا بعض هتحسسك ان انت عاوزك تاخد الاكسبيرينس دي بايدك كده على نفسك. بنيجي نقسم الاسبيتش لحاجه بنسميها ويندوز او فريمز. كل واحد فيهم طوله حوالي مثلا 25 ملي سنة. بس كل مره نعمل شيفت 10 ملي سنة بس. الحل. قال بدل ما ناخدها كده 10 ملي سكند
وسعها شويه بس خليها تبقى عامله كده. خلي يا سيدي الحته ديت اللي هي المين، وخد حته من قبلها وحته من بعدها، ودي حاجه كده بيسموها زي هاف كوساين كده ولا حاجه بس متحرفه شويه بيسموها هامينج ويند. ويند اسمه هامينج ويند. فبدل ما تاخد الويندو بتاع شارب كده ريكتانجلر ويندو، وده هيودي الى ان يبقى فيه فريكونسي هاي فريكونسي هتجزينا واحنا بنحلل. خلينا نقرا الموضوع غلط. هناخد حاجه بالشكل ده، هنموت السيجنال بهدوء من ناحيه دي وبهدوء من ناحيه دي، وبعدين نحللها ونطلع بيها. فانت لما تعمل كده شكل السيجنال اللي انت بتحلله هيبقى عامل كده. انت ضارب الويندو ده في الشكل ده فهيطلع عامل ازاي؟ الحته دي هتمشي اولا، دي مموته السيجنال خالص، وبعدين السيجنال طلعت ونزلت وطلعت ونزلت، وبعدين طلعت ما طلعتش قوي بقى زي ما هي هنا كده، طلعت وبعدين رحت مموتها او نزلتها بسرعه شويه. فإلى حد ما الجزء ده يعني تقريبا مع ممكن يكون ايه موتنا السجنة شوية كده. لما تاخد بقى السجنة من هنا لهنا وتعمل لها ريبيتيشن تاني، مش هتأذينا الأذية أو الشرشرة اللي تانية. وانت بتعمل حاجة اسمها شورت تايم فريكونسي أناليسيس، فبتاخد سيجمنت من الصوت وبتفترض ان هي مكمله بريدي بالشكل ده. فانت لما عملت دخلتها على ويندوز نعمها من ناحيتين طبعا حصل لها ديستورشن صحيح. وعشان كده نعوض الديستورشن ده ازاي؟ بان احنا نيجي نحط ويندو تاني للحته اللي بعدها عمل كده، ويندو تاني اتعمل كده. فانا بخلي برغم ان الطول ده ممكن يبقى 16 ولا 25 ملي سكند، وباخد فقط بعمل شيفت فقط 10 ملي سكند، واخلي الويندوز بيوفرلاب على بعضها. واخد بالك؟ فهتكون الاذيه بتاعته اقل شويه، بنقلل تاثيرها بالشكل ده. فادي بيبقى دي سلايس اللي انا باخدها وبراعي الطريقه اللي قلت عليها الاوفرلابنج اللي حكينا هنا عنه. بنراعيه علشان نقلل السايد افكت بتاع الشارب ايدج لو عملتها للفيرمودولار ويندو. تمام؟ طيب علشان اشوف الفورمانس او اجيب الفورمانس دي، يعني الكلام ده بريدكشن ال بي سي اللينير بريدكشن كوفيشن. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحاول نعمل سموثينج للايه؟ للسبكترم. فهيروح البيكس تبقى واضحه قوي، ولا انت هنا محتار هو هنا ولا هنا ولا هنا ولا فين بالظبط؟ السموثينج اللي بيتم ده بيساعدنا على التقاء الفورمانس اللي احنا بندور عليه. تمام؟ ودي كده بس هي ترجمه لبعض المصطلحات الموجوده. كلمة فونيم يعني صوت سبيسيفيك، يعني واحد من اللي ممكن نسميها الكاركترز بتاعت الصوت. يعني الكاركتر ده موجودة في الريتن لما كان بنعبر عن حاجة ريتن، الفونيم بنعبر عن حاجة اللي هو اليونت بيحاول الصوت كده مطلق، ربما يكون الاسبان مش قوي كده، هو البيزك يونت اللي لو اتغير الكلمة تتغير. علم الصوتيات اللي هو الفوناتكس، وفي حاجة اسمها الفونولوجي، حاجة يعني في بينهم فروق بسيطة. البروزودي اللي هي التغير اللي بيحصل في البيتش،
بيسموه الفيروسيتي، السايلنس، النايز، وهكذا. دي مصطلحات موجوده على بعض الاعضاء الكورس بتاعنا. وبس اخر حاجه، دي عباره عن مجموعه السبيتش تولز. انا وريتكم النهارده الكوليدت ووريتكم البراس. البراس ده اظن جامعه من الجامعات الكبيره عاملينه ومنزلينه فيه. في خدمات خفيفه زي ما انت شايف كده تقدر تحدد لك البيتش والفورمانس والتستنج والسبيكترم. ودي ده صورته يعني، احنا عملنا الكلام ده. وعلى فكره هو معقد عن كده كتير، بس الناس كتير بيحبوا يستخدموه لان بيعمل تحليلات بسيطه. وده كوليدت، وطبعا في تولز وديفايسز كتير تقدر تستخدمها. الكلام ده شفناه. اي سؤال؟